كريم معركة بناء الدولة وأدوات بناء هذه الدولة هم هؤلاء الشباب اللي في الكتائب الآن، حتى اللي في الكتائب اللي في طرابلس، والكتائب اللي في درنة، والكتائب اللي في صبراتة. الشباب هذوم اللي كيف الورد اللي شايلين بنادي وقاعدين في الشوارع وفك راه وبيقولوا لك ويفنصوا وشعارهم مشتشت، هذه قامت الثورة من أجلهم. هذا مفروض خلاص بصراحة داروا دورهم، بارك الله فيكم، مفروض تعطوهم بعثات، تعطوهم قروض، تخصصوهم في مؤسسات للتأهيل لوظيفة رائعة، وتعطوهم شقق تهيئوهم لبناء أسرة، وتخلوهم ناس منتجة في جميع القطاعات التعليمية في الوطن. مش تحط لي العندمت وانت تعطيه بندقة في الشوارع يخوف ويفنص ويضرب. حرام عليك يا أخي، حرام عليكم يا قادة الكتائب، انتهى هذا الأمر. مسك لي كل واحد مسك لي كم 100-200 شاب ولا لا، وعطين بنادق وكراب وفوق ميم طار 14 ومشين. الثورة قامت من أجل هؤلاء مش من أجل، ولو أننا استمعنا في سبيل من؟ نعم. بالله يا أستاذ محمد، في مصلحة من؟ في مصلحة باولو سيرا وكوبلر؟ أنا نضايق خويا والله عشان المجلس الرئاسي، والله نفنص فيه ولا نربع في وجه السلاح من أجل باولو سيرا ومن أجل الاتحاد الأوروبي ومن أجل المجلس الرئاسي ومن أجل كوبلر؟ فضيحة يا رجل. أنت أولى، أنت خوي، أنت المسلم، أنت الشاب اللي أنا وياك نبني الوطن، ما نتخذش موقف ضدك علشان تحقيقا لرغبات قوة أخرى، كيف كوبلر، كيف باولو سيرا، كيف الاتحاد الأوروبي. خيانة يعني، خيانة، هذه خيانة غير مقصودة.